نعم. في الأثر أن لن يرى أحد الربة أي في الدنيا، وقيل أن أحمد بن حنبل رحمه الله رأى ربه، وهل إن كان رأى هل رؤية أحمد بن حنبل رؤية حقيقية لربه أم غير؟ هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما تكلم عن الدجال قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولو كان يمكن رؤية الرب في الدنيا لا أمكن ذلك في حق موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى الله عز وجل للجبل فاندك الجبل فخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين. فرؤيته أي رؤية الرب عز وجل يقظة لا يمكن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به لم ير ربه، فقد سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا، يعني ولم أرى الله. أما في المنام فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في المنام. وأما ما يذكر عن أحمد بن حنبل فلا أدري عنه هل ثبت عنه بسند صحيح أو لا. فإن ثبت عنه بسند صحيح فهو مثل ضرب له على حسب تمسكه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. نعم.